تقول ما حكم تناول أدوية تزيد الحيوانات المنوية للذكر وتقتل الذكورية وتقتل الحيوانات الأنثوية لكي يكون المولود ذكرا؟ الله جل وعلا هو الذي يخلق الذكور والإناث، ما لحد فيهم دخل، عليك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وترضى بما رزقك الله من الأولاد ذكورا وإناثا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يجعل بعضهم ذكور بعضهم إناث، هذا إلى الله سبحانه وتعالى.